التخصص ديالي في هي الهندسه الكيميائيه، وكنهتم بعموم الافكار كالهجره كالسياسه الخارجيه وخاصه العلاقات المغربيه الاسبانيه. انا مهتم بالعديد من الشؤون. الكتاب بيوت منتين بديته في 2016، بديته في الكتابه لاسباب يعني عائليه شخصيه، ولكن الفكره ديالي الاوليه هو ماشي النشر، وانما ك يعني خصوصية يعني خصوصية اللي في التالي اللي وصلت لواحد الحجم ديال الكتاب، لقيت انه ربما يكون في الاستفادة، وخاصة الأجيال الصغيرة. والبيوت المنتين كتهضر على طفل وأنا في القصة على يعني الحي ديالو فين زاد فين ترعرع فين كبر، وكيهضر أيضا على يعني بعض الأحداث التاريخية، مثلا المسيرة الخضراء اللي عاشها وهو طفل وطفل ديال 9 سنين وأنا طفل ديال 9 سنين، أحداث كمثلا طرد المغاربة من الجزائر بعد المسيرة الخضراء اللي كيقولوا لها المسيرة الكحلة ياك المسيرة السوداء، المعاناة ديال هاد الناس، وكنهضر على طقوس على أفراح على يعني العديد من الأحداث الاجتماعية اللي عشتها أنا وأنا طفل، وكنهضر على بعض الشخصيات اللي عشتها وبعض الأحداث التاريخية أيضا، وهالشيء يعني الشيء اللي يجعل مثلا هذاك الطفل يعني انه يشوف على برا يشوف يفكر انه تجي له الفكره ديال الهجره او من الحي ديالو وهو في سن جد مبكر، يعني مجموعه من الاحداث مجموعه من المسائل كتجعل هذا الطفل كيفكر انه يهاجر اولا الحي ديالو ثم المدينه ديالو ثم الوطن ديالو. الاحداث أثرت في الكاتب طيب حسن الله. هناك اهتمام واسع يعني الواقع الكتاب يعني بقى واحد النجاح، لأن ربما الأدب المغربي في إسبانيا باللغة الإسبانية قليل جدا في إسبانيا، إذا ملي كتصدر واحد شي كتاب كيكون عنده إقبال، لأن يعني هناك اهتمام على كل ما هو مغربي في الواقع، لأن كيهتموا بينا ثقافيا وتاريخيا أيضا. يعني الكثير من الناس اللي يقرأوا الكتاب زعما كيقولوا أنه المسائل اللي كنعاودها الأحداث اللي كنعاودها يعني ماشي غريبة عليهم، حتى هما عاشوها، ربما عاشوها في واحد الفترة زمنية قبل منا، يعني عايشنا واحد شي ظروف معينة في السبعينات، وما المجتمع ديالو عاشها في 60 سنين ولا 15 عام قبل، ولكن ما جات ليهمش غريبة. حتى يعني ملي كنوصف الحي كيفاش كان في بداية السبعينات، حتى هما ما تفاجئوش، لأن الأحياء ديالهم في الفيلاج ديالو كانت بحال ديالنا في الستينات في أواخر الستينات. إذا والأدب المغربي المكتوب باللغة الإسبانية عنده اهتمام، كان اهتمام بالنسبة للأدب الإسباني، ما كانش انتقاد، هو في الحقيقة كان ديما كان، ولكن غير مسألة النشر، أنا ما كنتش كنشر، يعني كنت كنكتب، كنكتب شعر، كنكتب نصوص، كنكتب من الطفولة ديالي، من المراهقة ديالي. وكان تما اهتمام بالنسبه للادب، يعني ما ديما انا عندي اهتمامات الادبيه، ولكن القفزه هي انه نشر هذاك المنتوج، كان عندي منتوجات كثيره ولكن كانت كتراكم في المكتبه ديالي ما كنتش كنشرها. اذا دابا كنعيد الاوراق، كنرجع هذيك الاوراق نحاول نشر قبل.
وهذه التجربة ماشي يعني سمحوا لكم بزاف كانوا درسوا العلوم اكيد دخلوا الدرس الشرايبي اللي كان كيكتب اللغة الفرنسية هو كاتب كبير وبالحقيقة خد الإجازة في الهندسة الكيميائية يعني تقريبا نفس التخصص ديالي الهندسة الكيميائية ولكن هو ما خدمش كاع الدبلوم ديالو أول ما تخرج تخرج الأداب وكتب لو باسي سام أول كتاب لقى واحد النجاح كبير وكان كاين حتى في المغرب كاين يعني كتاب اللي أطباء اللي كيمارسوا كتابات أدبية أول مرة كتلقى الشخص ربما يعني النظرة الأولى ربما كتكون ربما قد تكون تما هذيك يعني النوعية ديال شنو هذا شكون هذا يعني ولكن ملي كتهضر معاه ملي كيعرفك كينسى الواقع انه كينسى انك مغربي كينسى انك ما كتهمش تما الجنسية كيهمو الافكار وهذا الشيء يعني كنشوفو حتى في الطلبة في البداية ديال السنة الدراسية ملي كنقرا القسم يعني كيشوفوا بواحد النظرة يعني لا كوريوزيتي الاستطلاع كيشوفوا كل شيء لاكسون ديالي كيفاش ولكن ربما 10 دقائق غير كنبدا صافي كنشعر انه ما بقاتش هذيك النظرة ديال النظرة إلى الغريب النظرة إلى واحد منهم ما كنلقاش هذيك بيان سيغ في المجتمع ملي كتنزل للشارع كتلقى الناس اللي كيعطيو واحد الشوفة ديال ما نقولوش عنصرية ولكن ديال كيشوفوك انك غريب كتلقاه ولكن غالبا هذاك السيد ما كيعرفكش ملي كيعرفك على قرب كينسى الجنسية ديالك كينسى الأكسون ديالك وكيعاملك مواطن نجود قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابعوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.